هذا المقهى عبارة عن متحف. أولاً هذا المقهى الوحيد الموجود بالنجف اللي يجمع بين المقهى أو القهوة الاعتيادية والمتحف. أكثر مقهى راح يعجبكم ومتأكد راح تستمتعون بالقعدة فيه. المكان عبارة عن تحفيات أو متحف بسيط كامل مكمل. كل أنواع التحفيات اللي تخطر ببالك موجود. صاحب هذا المقهى من هواياته جمع الأنتيكات القديمة اللي تكون لها طابع مميز. وهذا الشيء انعكس على المكان. كل الأنتيكات الموجودة عنده فقط للعرض يعني تقعد وتستمتع بها. كمية الأنتيكات الموجودة عنده كلش ضخمة. كل المجموعة اللي عنده يحتاج لها مكان ضخم في سبيل تنعرض بطريقة مرتبة. من يذكر موبايلات نوكيا أول ما نزلت كانت عالم ثاني في وقتها. برأيي الشخصي هذا أحلى وأرتب مقهى موجود بالنجف كله. والسبب صدقني ما راح تحس باللقط. بالأخير في حال تحبون تمرون عليه عنوان النجف سوق صفافير. Yes, yes, yes.